انت عايش في فوضى في الاخر نتج عنها ايه؟ نتج عنها هذا المستوى المتردي للكره المصريه. ليه متردي؟ ما الاهلي بطل دوري الابطال والزمالك بطل انا الكونفدراليه. عارف انك هتقول كده وانا عارف الاجابه برضه، ايه هي؟ ان الفرق الافريقيه اي لعيبه كويسه عندها بيسفروها بره، وهكذا الحال في شمال افريقيا. يا راجل الزمالك كان بيلعب مع فرقه مع عظيم احترامي طبعا، مفهوم. يعني بني سليم ولا مش عارف ابو سليم، ابو سليم اللي ما ينفعش كوره، ونهضه بركان اللي هي ال 11 على الدوري، والاهلي الفرقه اللي كان بيلعبها الاهلي يستطيع انه يهزمها بمنتهى البساطه. لا مش هي دي مش ده الترجي زمان، مش ده الترجي بتاع بن رخيصه، ولا مش هي دي الانديه دلوقتي. اي لاعب صغير في اي بلد في افريقيا بدليل ان يطلع بره في اوروبا. الفرقه الوحيده اللي عليها يعني تقدر تقول عليها فرقه كويسه صن داونز، غلبت الاهلي 5 وغلبت الزمالك 3. لازم نعترف بمستوياتنا، لكن هنفرح بهذا النصر الزائف على فرق ضعيفه؟ اتفرج كنا عاملين ايه مع بوركينا فاسو هنا وهي مش من دول المستوى الاول، وكدنا نتعادل. ونفس الفكره لما غينيا بيساو لولا براءه محمد صلاح ربنا يخليه لنا، ما كناش برضو عرفنا نكسب. ده مستوانا، ما تقوليش بقى هنوصل كاس عالم. ما انت اتعادلنا، ما ما انت كناش هنعرف لازم نتعادل. لا انت لازم توصل، انت معاك مجموعه المنتخب الاولمبي بتاعنا يقدر يوصل كاس عالم بيه. فاحنا مستوى كل شيء في الكوره المصريه. ايه الحلول؟ الحلول يعني ايه الحلول؟ وانا بربطها بانه هل موقف الزمالك، معلش هسميها انا كده ودي هتزعل الزمالكيه، هل موقف الزمالك من حرماننا من ماتش اهلي وزمالك واحنا بنستناه يعني مره او مرتين او ثلاثه لا لا، احيانا في وليه الناس السنه؟ بتزعل؟ ما احنا على فكره بحب برضه اتفرج على الاهلي بالظبط. والزمالك. مين قال لك انا ان اصلا انا الناس يقول لك انت واخدها من ناحيه ان لا الزمالك انا حرمنا والزمالك اعتذر لا للجمهور. انا على فكره انا احب ان الزمالك يلعب مع الاهلي، لان يمكن ده الماتش اللي بيبقى فيه روح اجواء حتى لو مش اجواء. كوره حلوه. صح بس في الاخر الموضوع مش اهلي خالص على فكره. مفهوم. لازم يبقى فيه وقفه. وانت بتقول لي الحل كل هل موقف الزمالك ده يساعد في الحل؟ وما هو الحل تصورك؟ لازم يساعد في الحل، لان الزمالك مش فرقه صغيره، فرقه كبيره. انا مش عايز اخش في نغمه الاهلي والزمالك ننسى الاهلي، خلاص، بنتكلم عن لكن الزمالك. لو ما حصل هذا الموضوع مع الاهلي اتحاد الكره اتحل في الثمانينات. والوزير اتشال خلاص. فانت هنا بتتكلم في ايه بقى؟ ماليش برضو مش هتكلم اهلي وزمالك، بس هذا موقف فيصلي في ان انت لازم تغير هذه المنظومه. هتقول لي نجيب مين؟ اجيب شباب زي حضرتك كده، اجيب ولد يقعد على الكمبيوتر كده نقول له ده الزمالك اهو، الاهلي اهو، عندهم الارتباطات الفلانيه، يقعد يوم يطلع لك الجدول زي الفل. ولا تاجل لي بقى ماتشات للاهلي ولا للزمالك، اصل ده بيلعب لازم ما الترجي بيلعب والرجاء بيلعب والوداد بيلعب وجنوب افريقيا ومان سيتي بيلعب وريال مدريد، ما فيش ماتشات بتتاجل. احنا اصحاب هذا الاختراع. وفي السعوديه يا راجل انت تقدر تقارن الدوري في بتاعك. أسباب.